لا يدرك من ترك وراءه وطنا يحترق بنيران الاقتتال الداخلي تارة، أو التدمير الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين تارة أخرى، أن وجهته نحو الأراضي الأوروبية للحصول على مستقبل أفضل ليست فردوسا كما صور له. تقرير جديد وصادم في الوقت عينه صادر عن الشرطة الدولية الإنتربول يرصد معاناة اللاجئين أثناء رحلتهم إلى أوروبا وتعرضهم للاستغلال من قبل عصابات تهريب البشر. ويظهر التقرير المشترك مع الشرطة الأوروبية يوروبول أن تلك العصابات حققت ما يربو على 5 مليارات دولار من عمليات تهريب البشر إلى أوروبا العام الماضي وحده. يكشف التقرير أن 9 من بين كل 10 مهاجرين تعرضوا للاستغلال من قبل أفراد يعملون في تلك الشبكات على امتداد رحلتهم من أوطانهم وحتى الوصول إلى بلدان اللجوء. نحو 1 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، دفع كل منهم من 3 إلى 6 آلاف يورو لعصابات تهريب اللاجئين متعددة الجنسيات التي تنتشر في نحو 100 دولة بعضها في الاتحاد الأوروبي. وبحسب التقرير فإن بعض اللاجئين والمهاجرين تعرضوا للاستغلال الجنسي من قبل مجرمين مقابل تقديم خدمات أو السماح لهم بالعبور. الصادم في التقرير الدولي الأوروبي المشترك تورط مسؤولين في تلقي ريشا مقابل غض الطرف عن مرور سيارات المهربين عبر الحدود أو قوارب في البحر، في تسليط للضوء على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في تسهيل أزمة المهاجرين الحالية واستغلاله لها. وفيما تعج دول الجوار السوري بملايين اللاجئين، يأمل هؤلاء بإيجاد حل ينهي معاناة بلادهم ويجنبهم ويلات الاستغلال بأنواعها المختلفة.